أنتم يعني دخلتم إلى قلوب لم تراكم. بالحقيقة إحنا بحاجة أنتم توقفوا معنا. المرأة الصحراوية سطرت يعني مشهد جميل جدا، مشهد نضالي، وهذه يعني تكون عبرة لكل سيدات العربيات، إن هي لو أرادت أن تتعلم الشجاعة، لو أرادت أن تتعلم حب الوطن، فلتأتي إلى المرأة الصحراوية وتراها كيف ناضلت وكيف حققت يعني استقلالها الذاتي رغم الحرب ورغم لجوءها ورغم وجودها في المخيمات، إلا أنها أثبتت فعلا أن هي مرأة صحراوية قادرة وقوية. اللي شفته بالنساء أشبه بجميلة بوحيرات متشبتات بأرضهم بالدفاع عنها. بتمنى المرة الجاية لما نيجي يكون إعلان النصر لجمهورية الصحراء العربية، إعلان عرس وطني، إعلان الفرح، يكونوا ماخذين كامل حقوقهم ومستردين كامل أراضيهم المحتلة.